هي ابنة الأربعة عشر عاماً، ابنة المغرب الأقصى، أرادت هي الأخرى أيضاً إسماع صوتها لمن هم في الحكم. خولة بوعشرة، تفضلي وأسمعينا خولة. ومعتصمة، عندما كنت ساذجة قرأت عن قصة ملك عربي استغاثت به امرأة مسلمة ضعيفة منكسرة من بطش رجل رومي. سمعت عن رحمة أبي بكر وعن عدل عمر وسماحة عثمان وشجاعة حلي وحلم معاوية، وكنت أتوق إلى رؤية حكامنا وهم يجسدون هذه القيم: العدل، السماحة، الشجاعة والرحمة والحلم والقوة. وكنت أفوق إلى رؤية حكامنا وهم يمسحون دموع اليتامى ويداوون جروح المرضى ويساهمون في إطعام الفقراء. حكام لا يحتاجون إلى جيوش تحميهم عن شعوبهم ولا إلى حصون توارهم عن أنظار المواطنين، غير أني أفقت من حلم الوردي على واقع بئيس مظلم كريه، وتحول الحلم البريء إلى كابوس مخيف. حكام يقتلون شعوبهم ويسرقونهم ويطاردونهم، حكام يفمون أذانهم عن سماع أنين شعوبهم، حكام بقدر ما يتعالون على شعوبهم نراهم يتنازلون للدول العظمى ويقدمون لها القرابين للولاء والطاعة ويتسابقون إلى نيل رضاها. يا حكام العرب، رسالة من طفلة عربية تتمنى لأمتها غدا مشرقا يزدهر فيه الأمل وتولد فيه الحرية ويزدهر الاتحاد بين الدول الشقيقة. أذكر يوما أني سألت أحد أساتذتي عن السبب الذي جعل 28 دولة لا يجمعهما دين واحد ولا لغة واحدة، بينما نرى 22 دولة عربية بها لغة واحدة ودين واحد يطغى عليها الشقاق والخلاف. فلم يحب أستاذي جوابا: احذروا، احذروا يا حكام من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يا حكام العرب، إنكم اليوم أمام منعطف تاريخي، إما أن تنحازوا لمطالب شعوبكم وتطلعاتها فتحملكم فوق الأعناق وتذكركم بكل جميل كما ذكرت صلاح الدين ونور الدين وقطز وابن تشافين، وإما أن تقفوا ضدها فتطور عليكم وتدهسكم بأقدامها. تذكروا جيدا من كان يلقب نفسه بعميد حكام العرب وملك ملوك إفريقيا وهو يسترحم أفرادا من شعبه بعد أن كان ينكل بهم ويصفهم بالجرذان. فتأملوا، تأملوا ذلته وجفنه وميتته الشنيعة وشتته وهي تعرض أمام الناس. والقرار بأيديكم، وهذا قولي لمن في الحكم.